شوف ايش رايك نقول قصه البنت هذه قصر البنت يلا ولا اقول لك قصه ولا اقول لك قصه من دخلت الجامعه اختار انت عطنا ثنتين طيب في وقت اي في وقت بعد طيب خليني اقول لك قصه قصر البنت كما رووها لي الاصدقاء حبيبنا ابو خالد مسلم العنيني وقراتها في الكتب قصه غريبه ويدل على اضطهاد المراه من قبل الميلاد هذا طال عمرك حاكم العيس قبل 2000 سنه كان عنده زوجة وعنده بنت أخته فهو خايف على أخته حط لها غرفة أنا شفت الغرفة حقتها وموصلة حط لها وحجبها عن الناس وفتح لها دريشة وتشوف القمر بس ما تشوف أحد غير القمر فصارت مسكينة لا أكتمل القمر يوم 15 قالت له كيف حالك يا قمر أحبك يا قمر تحبني يا قمر زوجة الحاكم سمعت قالت الحق أختك تغازل واحد وكل 15 من الشهر يجيها والله ذا المشغول ما صدق سل سيفه وطلع يوم 15 وسمع البنت أيها القمر متى تأخذني إيش الشاعر إيش يقول خذني بعينيك واغرب أيها القمر مدري بدأت تتراسل مع القمر فقال لها مين هذا اللي ما تستحين وقطع رأسها طبعا هي دعت عليهم وتنكب القصر بسبة هذه القصة المشهورة يسموها قصر البنت وسمي بي 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 وأنا شفت المرسلة حقتها ومحل ما هي محجورة فكانت تناجي القمر لأنه ما في أحد لا تتكلم عن سرج ما زال في آثار كويسة وقوية داخل أيوة المرسلة صورناها بس ما قدرت أجيب عشان المقطع لا يطول شفتها والحقيقة أنا بكيت البنت وقلت الله يرحمها والله أنا والله فارس بني عرفج لو أنا كان طلعتها من الحصن لك للجامعة